انطلقت فعاليات مهرجان البحرين السنوي للتراث بنسخته 28 بعنوان تراثنا ذهبي، وأكدت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار أن هذا المهرجان يسلط الضوء على حرفة اشتهرت بها البحرين عبر التاريخ وهي المصوغات الذهبية، ويعرض المهرجان قطعا أثرية منذ حقبة تايلوس وما شهدته من تطور خلال العصور وصولا إلى ما يعرضه الصاغة البحرينيون في يومنا هذا. في دورته 28 في هذا العام نسلط الضوء على حرفة اشتهرت بها البحرين المصوغات الذهبية، وفي المعرض المقام بهذه المناسبة هناك قطع أثرية تعود إلى حقبة تايلوس. نلاحظ الدقة في المصنوعات وتطورها في الحقب التاريخية التالية، وتنتهي بما يعرضه الصاقة في أسواق البحرين. تستقطب الكثير وتؤكد دائما أن حرفنا لها خصوصية ولها جمهور، وهناك أيضا فعاليات موازية لها. نرحب بضيوفنا الكرام في هذه الفعالية ونتمنى لهم أمسيات جميلة في رمضان.